الله يرحمك يا حاج، الله يرحم روحك. يخلف ما مات يا حاج، الله يرحم روحك. يخلف ما مات، الله يرحم روحك. اللهم صل على النبي. يعطيك العافية يا باشا. هنزق والله دقيقة بس. أهلا وسهلا. سلامات سلامات سلامات. برجع بحكي معي طويل. الله يربي. عظم الله أجركم. إن شاء الله الأجيال الكل. الله يرحم روحه. الله يرحم روحه. آمين يا رب. والله الحاج الله يرحم روحه، مش بس كان والدك. لا والله، كان والد الكل. كان هو اب، هو الاخ، هو الصاحب، هو المعلم، هو التاج على الراس. الله يرحم روحك يا حاج، الله يرحم روحك. وان شاء الله الله يجمعنا احنا وياك بجنان النعيم. امين يا رب. امين. والله يا عمي بصراحه يعني انا عارف شو اقول لك، والله مستحي منك شوي. لا لا احكي احكي، خذ روحتك، تقلقش يعني، احكي تفضل. بتذكر احنا يعني لما صلينا على المرحوم، الله يرحم روحه، الله يرحمك يا رب، انت وقفت وحكيت كلمه، قلت اللي له حق معنوي او مادي عند رحمه الحاج، رأيت صدرك. وهذا العشم لأن الحاج ربى وعلم أخلاق ودين. الحمد لله. هذا الحكي اللي احنا كنا شو اسمه. فبصراحة أنا يا أخي خجلت قدام المصلين قدام الناس إني أحكي معاك، قلت بحكي عن فروض. بصراحة يا عمي أنا كان شوية حسابات ضلاتي بيني وبين رحمة الحاج، مبلغ يعني مش كتير كبير، يعني أبو 2000 دينار. صدقني يا عمي، ها صدق، لو الوضع غير هالوضع هذا عيب علي، عيب علي اجي افكر اطالبك فيهم. بس والله لولا الوضع شوي ها يعني، والله ما جيت طالب فيهم، كان سمحت الحاج فيهم دنيا واخره، مش محتاجات. بس والله يا اخي انا شوي متضايق من الدنيا. يعني انت هلا افهم منك انه انت لك حساب عند ابي وجاي طالب فيه. اذا انت وضعك المادي بسمح لك عدم مؤاخذه، يعني تبرر زي مثل الحج يعني تعطيني اياهم، والله انا بكون انت على يعني زي ما بقولوها واجبك على راسي من فوق، ده غلبك. وإذا وضعك مش مساعد مش مشكلة، بعدين بجيك عادي. لا لا ولا يهمك غالي وطلب رخيص ولا يهمك، يلا مشي معي عشان أعطيك الحساب. هذا العشم، هذا العشم. تفضل تفضل حاج. والله إنه هذا العشم، هذا العشم. الله يهمك. الله يرحمك يا حاج، واللي خلف ما مات، والله اللي خلف ما مات يا عمي. اللي لك حساب عنده آه. الله يربي يجزيك الخير. توكل على الله. اطلع اطلع يا حاج اطلع. يا رب، السلام عليكم يا عمي، الله يجزيك الخير يا حاج. اطلع. الله يجزيك الخير يا عمي. تفضل يا حاج، تفضل. بس يا عمي انا مش عارف، انت بياخذنا على المقابر، مش انت بدك المصاري؟ طيب بدك حسابك، مش دخل المقابر في الموضوع. هلا انا بس بدي افهم، بدك المصاري مني ولا من الحاج؟ لا والله عمي من الحاج الله يرحم روحه، بس بصراحه انا اللي خلاني يعني احكي معك، لك انت قلت انه انا بدي ادفعهم يعني، واللي بده حق معنوي ومادي بدك من الحاج. طب ليه جاي يطلبني انا؟ روح طالبه، هي قبره، روح الحقه، منك له اخلص، الحقه، خذ مصرياتك منه. ليه جاي طالبني انا؟ بسرعه، تعرف القبر عليه. بس تاخذنيش، مش هيك انت حكيت اول؟ انت وقفت يا عم قدام العالم كله وحكيت وبتم المليان، دقيت صدرك، قلت يا عم اللي بده من رحمه ابي حق مادي او معنوي انا كفيل اني اسده. مش كلامك هذا، وانا جايك بناء على انك وقفت واستعديت يا عمي. هذه جرت عادي بين الناس، الكل صار يوقف ويقول بده حق من اخي، بده حق من ابي، بده بده بده، صارت عادات وتقاليد، تاخدش على الكلام كتير. ومش كل من قال نار انحرق تمه، وتاخرنيش اكتر من هيك، يلا خاطرك. يا خسار صار جرق عادي عادات التقليد، يا خسار. ما هي المشكلة الكبيرة اللي احنا واحنا بنمشي على ظهر الارض مش حاسين فيها. الواحد يخلف لأولاده بقضي حياته كلها يسد على أولاده ويعطيهم يسوي لهم يبني لهم يعمر لهم، عشان يجي واحد زيادة يحكي لي هيك. طب ليش؟ ليش الواحد يسد ديونه وهو ماشي على ظهر الارض قبل ما يقعد تحت فيها؟ ليش استنى اولاده
يوقفوا يقولوا اللي بده حق مادي او معنى ومن ابي احنا بنسده. ليش؟ طب ليش بصير هيك؟ تضمن الواحد ابنه انه يسد دينه بعد ما ماته؟ لا والله ما بضمن. سد دينك والابن من وراقك وانت على ظهرها قبل ما تصير ببطنها. سناش اولادك ولا حدا الابن من وراقك من بعدك. طب ليش؟ ليش؟ طب ليش؟ ليش الواحد يسد دينه؟ ليش 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 يسد دينه؟ لي